خلك في طيني بزود وفهم معاني الجاف، فعلى الحسن مردود للطيبين أضعاف. خلك في طيني بزود وفهم معاني الجاف، فعلى الحسن مردود للطيبين أضعاف. رفيق كريم سود وابعد عن البلاف، اللي يجيب شهود تحلف عشقي من شاف. الأصل والجود يوم الحشر ما يخاف، وابو النوايا السود يمشي بقدم رجاف. فعلك عليك شهود يوم الحساب خفاف، رب السماء معبود كله عدل ونصاف. رب السماء المعبود كله عدل ونصاف، رب السماء المعبود كله عدل ونصاف. تفضل. عشت هني. علامك طال عمرك. ولا شيء، ما بي شيء. من اللي فيت وانت مقابلني بوجه مو طبيعي؟ يا ولد يا بشير، روح على المحطاب هات حطب. أقول يا عساف، خير؟ ترى اللي بيننا واللي تعهدنا عليه انه يضل سر بيننا يخلنا تمسك بيك وما بوق بيك أبد. ولجل هيك ودي أسألك سؤال وأرجاك تجاوبني عليه بصراحة. اسأل طال عمرك، اسأل. أنت صحيح اسمك مناور ما هو عساف؟ لا تخاف يا عساف، يجوز انك مغير اسمك لتجنب روحك حرج مع الناس، لكن ان كان هذا الامر صحيح ارجاك تعلمني به، وانا عاهدك انه يظل سر بيني وبينك. علامك ليه ما تجاوب؟ الباين انه جوابي هو ترك للديره وعودتي من حيث جيت. ليه يا عساف؟ طال عمرك اظن اني هرجت معك بهالامر، وقلت لك انه الناس تشبه علي ويفكروني هذا اللي تقول عنه مناور. ايه ليه عدت تهرج بهالامر مرة ثانية؟ ليه طال عمرك؟ لا تواخذني يا عساف، انا بس ردت اتوكد من هالامر واسمعها منك واضحة صريحة. لا انا عساف، وما انا هذا اللي تقول عنه مناور. ليتني بس اشوف مناور مرة واحدة لجل اعرف ليه الناس يشبهوني بيه. ليه؟ ليه طال عمرك؟ زين يا عساف زين، لا تزعل، اهدى اهدى. انا الحين طمنت روحي بزياده. قل لي وش اخبار الرعيان والمراعي؟ الحين توكدت يا عم، العساف هذا مشبوه واللي اللي سمعته عنه كله صحيح. هدي يا وليدي هدي ولا تعجل الامور، ديري لك هذا ما يكفي. شلون ما يكفي يا عم؟ شلون وذويب قال عنه الحين صار جار لنا وده يشتغل عنا؟ إن هذا الرجل مسكين ولا فوقه ولا تحته، وإنه وده يعيش ويستر حاله.
هذا يزيد الشك. ما خالفك يا وليدي، لكن لازم توكد اكثر. شلون يا عم؟ انت ما قلت لي نوبه، ان صديقك قال لك ان ردت تعرف اكثر عن عساف، تعال عندي وزورني. ايه يا عم. زين، العاد ما فيه مشكله. انت الحين اتكد عن صديقك وتعرف منه عن عساف اللي تريده، وحينها نشوف وش نساوي، لانه ولد عمك ذويب ما يقتنع بسهوله، يريد يتوكد اكثر ويريد اكثر من دليل. زين يا عمي، وانا موافق، وانا من باشر ان شاء الله ارحل لزير صديقي. فوز يا فوز. يا خير. ادري انك زعلانه مني، تعالي قعدي معي. انا ماني زعلانه منك. وليه ودي ازعل؟ يعني لاني امس كنت متضايق ولا قعدنا سوا ولا سولفنا. انا كان قصدي شاركك همك. تطمني، هم الحين ما عاد له اثر. يعني تطمنت انه عساف ما هو مناور؟ وش قلتي؟ على همك. انا وش قلت؟ وانتي وش اللي دراج بالامر؟ ليه؟ هو الامر خطير هالكثر؟ لا هو خطير ولا شيء، لكن من هو اللي دراج بهالشيء؟ شلون عرفتي؟ ابد، كنت هرجة اليوم مع اختك نوف وعلمتني بهرجي صار بنظاهر وضيف لفاهم بذات ليلة قريبة. اها، لعاد السالفة على كل لسان. وش لبس الظاهر من هالسالفة؟ ماني فاهمة، علمني يا ذويب، وش حققت السالفة؟ اي خلاص انسي هالامر هذا، لا تدخلين بيه، وانا عارف شلون اساوي مع ظاهر. صباحكم الله بالخير. يا صباح النور. يا هلا. صباح النور. تفضل فوت. عاش طال عمرك، جيتك اترخص للرحيل. وين؟ بجماعه عزيزين علي، كنت متعود ازورهم بين الحين والثاني، والصحيح صار لي مده لا زرتهم ولا تعللت عندهم. وهذول الجماعه لهم علاقة بعساف؟ ما فهمت عليك. انت علامك حاد دابك بداب الرجال، وامره شاغل بالك وقاعد تلقلق بسيرته بين الناس. ها، انا اعوذ بالله من هالهرج. انا يا ولد عمي ما هرشت بامره لحد غير العم رافع، وانت سمعت منه وهو سمع منك الجواب. لكن ليه انت يا ولد عمي زعلان؟ زعلان لأنه سيرة الرجال صارت على لسان الحريم بعد. حريم؟ حريم من؟ نوف وفوز. ضل الحريم يعرفن بأمور الرجال ويلقلقن بيها؟ صدقني يا ولد عمي مالي علم بهالأمر، ولا هرشت مع نوف بيه. لا عاد احترس مرة ثانية يوم يجيك ضيوف أن حرمتك تسمع هرجك معهم. على كل حال، إذا كان هذا الأمر يزعجك لا يهمك، أنا أعتذر منه مرة ثانية. وبالنسبة لعساف، أنا مالي عليه كلام، هو الحين رجل زين وما عليه ولا عذره، وهذا رأيي بيه. زين هذا الكلام اللي أحب أسمعه منك. يعني أنت الحين يا ولد عمي ما أنت زعلان؟ أنسى الأمر، انساه، ماني زعلان. قل لي قديش بدك تغيب؟ يعني يجوز أسبوع زمان. ترى إذا كان ما ودك أغادر الديرة أنا بأمرك.
لا لا خذ راحتك، غيابك ما من وراه تعب. وهذا هو عساف يدير باله على الحلال والريان وقايم بواجبه زين. لو ما انا متوكد من هالامر ما غادر اديره يا ولد عمي. لا طريقك خضره ودير بالك على حالك. يلا مع السلامه. العوافي يا نوف، الله يعافيك. يا هلا بنت خالي، شلونك يا خيه؟ الحمد لله. تفضل. زاد فضلك اقول اشوف ظهر بعده معود. ايه هاليوم صار له اسبوعين وانا قلبي عليه يغلي. هو لو ايش طلع لجل يغيب هالغيبه؟ النيه زياره الجماعة يعزهم مثل ما قال، وصار له مده ما شافهم. الله يجيبه سالم. ترى أنا الثانية قلبي ما هو مطمن. ليه؟ أنا أحس إنه عساف هذا اللي سمح له الذويب إنه يجيرنا ويشتغل عندنا، رجل ما هو زين. شلون؟ ما أدري يا خية، نوبات تسمعه يهرج مع ذويب كلام غريب، تقول إني بينهم سر. الله العالم وإيش اللي بينه، وظاهر ما هو مرتاح لوجوده بديرتنا. إيه يا خية، الطولة كشافة. وإنت شلون حملك هالحين؟ زين. لكن بعض نوبات أحس بتعب، وبعض نوبات أحس روحي ودها تطلع مني. وأخوتي محصرني بمطالبه، ما ودي ياني لا روح ولا أجي. ترى أنا جيتش هاليوم من غير مشاوره.
قوك يا هلال. هلا حي الله قويت. عندك ما اريد اشرف. ابشر. الحمد لله. هنيه وعافيه. الله يهنيك. خذ. علامك يا عساف، ليه تودرت؟ اسمع، ذاك الفارس دوم ينشد الشر للناس، وخاف انه يهذيني ويهذيك انت بعد والحلال. اسمع، انا ودي اتخبى هان وراقبه، واذا حاول يهذيك انا احميك. ايه احميك. زين. شد الرجال. تنشدني؟ أنا اللي نشدك. وش وده هذا الرجل منك؟ أنا؟ شلون؟ تري يسأل عن واحد اسمه مناور. مناور؟ مناور من؟ مناور من؟ أنت؟ أنا؟ إيه، ويقول إن لك اسم ثاني ودوما أنا نديك بيه، عساف. وأنت؟ وش قلت له؟ لا لا تطمن، تحذرت منه وقلت ما أعرف عنك شيء. إيه، وانت صدقت إننا مناور؟ وانت وش رأيك؟ إيه، انسى 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 هالأمر انسى. وتقول بعد إن ما رحتي له لجل تشوفت شو تطمن عليه اشتراها تجيتش. تجيني؟ لا يا خي، ونشافنها حريمة الديرة رايحة جاية لبيتي، وش ودهن يقولن عني؟ انتي خايفة انه حريمة الديرة يشوفنها، ولا خايفة انه ظهري يدري ويصير شي ما هو زين؟ شي ما هو زين؟ ولا وده يصير شي ما هو زين؟ نوف، لا تشيح بوجهك عني، ترى انا فهمتك. انتي خايفة انه ظهري يدري ويصير يشك اني بيك عوقة، صحيح كلامي ولا لا؟ عز الله انه صحيح، ولجل هالسبب ما ودي اكبر الموضوع وتصير سالفة مالها أول مالها تالي.
وبعدين يا خية يجوز السبب يكون بسيط. ولجل هيك انا اقول لزوم تروحي لها لجل تشوفك وتطمن عليك. زين بس ترجاك تروحي معي. لا يا خية انا ماني فاضية الحين. لا لا ما هو الحين، حين تكوني فاضية نروح لها سوا. زين يا خية الحين ارخصي لي. مع السلامة. لا تصب، ما ودي اشرب. وين كنتي؟ كنت عند نوف. وليه ما علمتيني قبل لا تروحي؟ انت كنت مشغول بالضيوف اللي عندك. وليه ما انتظرتي لحين يروح الضيوف؟ حسيت بحالي متضايقة وما لقيت حالي غير وانا طالعة. مرتين ثانية ما ودياك تطلعي من البيت من غير علمي. ليه؟ انا وين طلعت غير عند اختك؟ اختي ولا غيرها؟ اسمع الكلام ونفذيه. ولا قصدت نخلوا ببعض لجل تهرجن بمواضيع مالجن بيها؟ يعني انت كنت معنا لجل تعرف وش كنا نهرج؟ لا تزودي بالحكي الفاضي. انت علامك متغير معي، انا وش سويت لك؟ انا مثل ما انا وماني متغير. بلعون ما تقول الصحيح، انت كل احوالك متغيره من يوم ما حل بدرتنا هالغريب عساف. انت بعد مهتم بامره؟ بنفس القدر اللي تغيرت بيه من يوم محل ديرتنا هالغريب عساف. سكر اثمج وبالامر ما ودي تدخلين ابد. اهتمي بشغل بيتك وواجبك وحضري لي زاد الحين، تراني جيعان وداكل. بعدين معك يا ولد، انت ما ودك تلزم حدودك؟ ها؟ يا رجل علامك انت، انا وش قلت؟ كل اللي ودي اعرفه وش بينك وبين ذاك الخيال؟ مالك باللي بينه وبينه؟ انت خلك بشغلك وبس، تفهم؟ ايه افهم. يخاف الله انك مسوي لك سواه ولا مطلوب له بشيء ما ودك تنطيه. ايه هذا انت ما تستحي بعد، لا تحكي ولا كلمه وانقلع من هان. يلا زين يا عساف. الباين انه هلال هذا بده يغلبني بهالشغله، لازم اسوي شيء اسد له حلقه بيه ولا تراه يفضح امري بالعشيره. ظاهر يا هلا. مساك الله بالخير. يا هلا يا هلا. تفضل تفضل ولادي، فوت. الحمد لله على السلامة، متى لفيت؟ الله يسلمك. الحين يا عم جيتك قبل روح لبيتي. لا بدنا عندك أخبار جديدة، خبر. قول خطيرة يا عم رافع. أذ بالله من الشر، وش وراك؟ قول وش بيه بمراحنا بعد يا عم. وش بيه بمراحنا؟ حرباه حرباه يا عمي، جلدها يتلون ميت لون ولون. لطفك يا الكريم، حربات ويش هذه؟ عساف عساف يا عمي عساف. أودك الصحيح، هذا الأمر مقلقني طال عمرك. أمر إيش؟ أمر له علاقة بالراعي هلال. هلال؟ علامة؟ شايفه صير هيك مو زين. يوم ألاقيه ترك الحلال من حاله وقاعد يتصيد حباري، ويوم ثاني ألاقيه نايم بعز الظهر وتارك الحلال من حاله. إيه معقول؟ إيه. وبعد هيك بي عادة ما هي زينة. وش هي؟
بالليل حين يسمع صوت سامر أفقده ما لقيه، وظل استناها الوجه الفجر، وحين يعود يكون تعبان ينام وما يصحى الصبح مع الحلال. هالقدر ما أدري وش بده أسوي معه. يوم أسأله يعدني أني بطل عن هالسواية، وبعد يقوم هيك يضايقني بأمور ما أحبها منه. مثل ويش يعني؟ يعني يقعد يسألني من هو أنا ومن هي ديرتي وليها سكن هان وش هي علاقتي بيك، وبعد يقعد يسألني ويقول لي صحيح اللي اسمعوا عنك أن اسمك مناور مو هو عساف الخاسي؟ وش له بهالسوالف؟ من متى يدس خشمه في جمهور؟ على كل حال أنا كنت حليم معه وقلت لازم نعطيها الفرصة أنه يصلح حاله، وإن عجزت أعلمك. زين زين، اللي ودك إياه سويه معه. أنت الحين تشرف عليه وعلى غيره من الرعيان، وإن عجزت تراني وراك أقسم خشمه. واللي توكدت منه العساف هذا مو هو معروف له ساس من راس، لا له قرايب ولا أهل، مقطوع من شجره، وله طريقة خبيثة يدخل بيها ديار الناس يتوغل بيهم ويكسب ثقتهم بالأول، وبعدين ينخر عصاهم مثل السوسة. عوذة. وبكل ديرة له سالفة شينة وما يطلع منها غير الخراب والفساد عام بيها، وحين يمسكوه ويقدموه للقاضي القاضي يحكم عليه بالطرد. واللي فهمته وعرفته انه مطلوب لأكثر من فرد ولأكثر من ديرة. عاد هذه هي حقيقة حاله، وما لازم يظل بينه دقيقة واحدة يا عم. وكاد ولد عمي مخدوع بيه، وحنا لزوم ننوره ونفهمه كل هالشي لاجل يطرده. هذا اللي لازم يصير، وباشر انا وانت باذن الله نلتقي عند ذويب ونسولف معه بهالامر. وبلية اخير يا عم، ترى انا ما يهدالي بال غير لما يتحقق هالشي. عين خير يا وليدي. كل شيء جاهز؟ إيه يا عمي كل شيء جاهز. زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا بالعم رافع. لوين النية إن شاء الله؟ بهواي الصيد يا عم، وش رأيك تروح معي؟ يا ليت، لأني مشغول وجيتك لأمر مهم. أمر مهم؟ خير إن شاء الله خير. تفضل نفوت للشق، اربط الفرس يا ولد. يزيد فضلك، ما جه عليك ظاهر. ظاهر؟ ليه هو ظاهر هام بالديرة؟ أمس لفه بالليل متوخر ومر علي البيت. يمر عندك وما يمر لعندي؟ ليه؟ أبد، مر من قدام بيتي وصدفني سهران، ميل وقعد وسولفنا شوي واتفقنا نلتقي الحين هان. والصحيح جاي ومعه خبر خطير ودنا نحكي معك بيه. امر خطير؟ خير ان شاء الله. وش هو هذا الامر؟ الحقيقه هذا هو لفه، الحين يجي ويقعد ونسولف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. وهذه هي كل السوالف اللي عرفناها عن عساف وحقيقته. وسوالفكم هذه شلون جمعتوها عنه؟ والصحيح يا ولد عمي أنا اللي جمعتها حين كنت خارج الديرة. أها، هيج بالصدفة؟ ودك الصحيح ما هي بالصدفة، أنا طلعت من الديرة لجل هذا الموضوع مخصوص. مخصوص؟ ما حبيت أعلمك بحقيقة غيابي عن الديرة لحين أتوكد من ظنه بعساف وأجيب لك حقيقة. ومن قال لك اني بحاجه لهذه الحقيقه؟ ليه انت تعرفها يا وليدي؟
ما يهمنا عارفها ولا تساوي عندي شيء. شلون يا ذويب؟ هذه علوم وسوالف ما يسكت عليها. ولزوم انك ما تأمن العساف بديرتنا بعد ما علمناك بحقيقته. علومكم هذه ما اعترف بيها. وعساف هذا رجل زين، وانا عارف اكثر من كل الناس، ولي ثقة بيه. وما انا بحاجة لسوالف عنه هيج ولا هيج. عاد انت يا ذويب لك غاية من وجوده بيننا. احفظ هرجك وحذرك من الغلط يا ظاهر. الغلط باين للجميع، وعساف هذا لزوم يغادر ديرتنا وبالحل. ومن تكون انت لجل تطلب مني هالشي؟ ها؟ لانه يشتغل عندي وعندك، وانا ماني مطمن له. وانا اشوف انا عساف ما بح عذروب، ولازم يظل جارنا ويشتغل عندنا. هذا مو هو عدل. احجي يا عم رافع، احجي. انا اشوف ان ظاهر على الصواب يا ذويب. وانا ما اريد من احد يعلمني وش الغلط من الصواب يا رافع. وش تقصد من الكلام يا ذويب؟ قصدي واضح، بس حنا ما كان هذا اتفاقنا. اللي عاجبه عاجبه، واللي ما هو عاجبه هو حر. لكن تعرف ان احترامي عندك قليل لهالقدر. نسلم عليك. وش اللي سويته هذا يا ذويب؟ اللي شفته وسمعته، واذا ما هو عاجبك انت الثاني روح ودق راسك مسخره. ول لهالحد تمسك خاطر لعساف الغريب الخاسي هذا وتفرط بي بلعم رافع؟ حين تدسون خشمكم بامر يخصني تشوفون مني اكثر من هيج، تفهمون؟ اسمع، انا ودي اروح على البيت عمك ذويب، وانت خذ حضرك من الحلال ولا تخله يبتعد من هال. ترى ذاك المفله ما هو زين. شلون؟ انت خذ حضرك وبس. يلا سلم عليك. سنحك جزا الله انك ما انت زين. سق الله وعمي ظاهر معود وعلمه باللي عرفته. حقك علي يا عم رافع، انا ادري انك زعلت من كلام ذويب معك. انا ما انا زعلان يا وليدي، بس اللي محيرني انه ما همه شيء بعد كل اللي سمعه عن عساف. ليه متمسك بيه لهالقدر؟ وش اللي بينهم؟ وكاد انه عساف لعب بعقله، ومثل ما سمعنا عنه حنيندس بين العربان، وحنا يا عم لزوم ننقذه منه بيات شكل. ترى انا ما ظل لي حكي بعد اللي سمعني اياه، وماني قاعد بمجلسه بعد اليوم. هذا الشيء يا عم رافع انا كنت ودي اشور عليك بيه لاجل احس بقيمتك. على كل حال يا عم انا ما راح اسكت، والحي عساف لزوم اقطع راسه. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام. هلا 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 بعساف، جيت والله جابك. تفضل. عشت. عشت هني. لا تصب لا تصب. عشت. عشت هني. تراني جيتك وزع الود يفط من عيوني. ول 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 خير يا عساف، وش اللي صاير؟ اي يا بشير. نعم يا عم.
روح المطاب وهدلنا حطب. ايه ايه تامر تامر يا عم. ايه يا عساف خير؟ وش اللي صاير؟ الراعي هلال كنه قصد انه يهاديني ولا بي حد دازو علي. دازو عليك؟ شلون؟ داريه ما يسمع الكلام ودوم احذره انه ما ينام بالمراعي بالنهار. وهو ينام بالمراعي؟ ايه واليوم بالذات جيت عليه بالمراعي لقيته نايم والحلال طاش على حاله. صحت بيه لتنبهه وانه بده يغلط علي. ول 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 يغلط عليك؟ يغلط علي وضايقني ويتهمني اني مشبوه وغريب وانه كل الديره تسولف بسيرتي وطراني طال عمرك جيتك قبل اعمل معاه اللازم. وليه يسوي كل هذا؟ هلال راعي زين ومشهود له باخلاقه. تريه بيه حد مغير عقله ويكبر خشمه. على كل حال انا عارف شلون ادوي وانت الحين لا تزال. ودي احكي معك بموضوع خاص. هيا بنت يفوز. يا خير ما ودك تزوري نوف؟ ازورها من بعد امرك. وانا اعطيتك الامر انك تزوريها وتقعدي عندها قد ما ودك. ومنالك هالكرم. لا تكثرين بالهرجة الحين، تروحين تزورينها وبس، تفهمين؟ زين افهم. وبعدين انا لزوم اكون معها بهاليومين الصعيبات. خير علامها نوف. نوف ما بيها شيء لكنها متخوفة من ظاهر. علام والمشم خبرهم زينين مع بعض وبعدهم مثل ما هم والله يزيدهم من الوفق. لكن ظاهر سألها مرتين ثلاث يعني متوجس لانها بعدها ما حملت. هذا هو الموضوع؟ انا قلت بي شيء مهم. قال شنه؟ ظاهر المشم ودوا عيال سنحه وسنع عياله من بعده. روحي زوريها روحي. اسمعني زين يا عساف. ودك الصحيح يا نوف. انا صرت اشك بامر خطير يصير بديرتنا من ورا وجود عساف. هذا الكلام صار يخوف. وترى ظاهر من رجع من السفر وهالامر ما خلاه ينام. ايه ظنين ليه خلانا اترك البيت حين دخل عليه عساف وكاد وده يقول له كلام ما ودي اياك تسمعيه. لكن يا فوز وش الامر هذا اللي ما ودي اياك تسمعيه؟ ما ادري بلعون صرت خايفه على ذويي وبالاخص بعد اللي صار بينه وبين ظاهر والعم رافع. بينه وبين ظاهر والعم رافع؟ ليه؟ وش اللي صار؟ ليه؟ ظاهر ما علمك؟ لا ما علمني. وش اللي صار يا فوز؟ زين زين تعال اقول لك. اسمع يا ذويب ترى هذه السالفه انا زهقت منها ومليت وترى كل اللي وصلك منها كذب بكذب. انا ما ودي كل يوم والثاني اقعد ادافع عن حالي وانا سبق واني علمتك بصل كل هذه السالفه. عساف علامك يا اخوي علامك. ترى انا فاهم عليك بس يا اخوي ردت اتوكد منك. واريدك تفهم بعد ان رجال الله اعطاني العقل والحكمه والمقدره على النجاح بكل شيء اقدم عليه وبكل عرب احل بيها. لكن ما ادري ليه الله يكثر الحساد من حولي وكل ما لقيه بنادم يفهمني وافهمه ويقدرني واقدره اشوف كل الناس ما ودهم يتركوني بحالي اعيش حياه هنيه وهاديه وبعيده عن المشاكل. عين خير يا اخوي عساف عين خير. تراك وصلت لبنادم اللي يضمن لك هذه الحياه وانا عاهدك ان حميك من كل فعل وقول. بعدنا بأول الطريق يا رجل. واللي ودي اياه منك لا تهتم ليات شيء تسمعه ولا تشوفه واي شيء ما يعجبك بس انت قول لي عليه وانا عالجه. ما قصرت يا ذويب لكن عاد انا ما ودي اجيب لك المشاكل واذا كان بي حد بهالديره ودي انقلع من هان ترى انا افعلها. لكن حينها يا ذويب الله يهديني بس مرجع لطريق الشر وبالاخص حين يصيبني الياس والوجع. لا لا خلي عنك الياس والوجع وان شاء الله ما تشوفهن وانا موجود بظهرك. يا طويل العمر يا طويل العمر الحق الحق يا طويل العمر الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش وراك يا هلال؟ الحلال يا عم الحلال. علامك يا ولد وش فيه؟ وش اللي صاير بالحلال؟ نفك كم راس من الحلال يا عم. وش قلت؟
عرفك؟ صدقني يا عم، صدقني ان عيني ما غفت ولا نامت على حلال ابد. وانت تعرف طول عمري اشتغل هالشغله وعمر ما صار مع اللي صار. اترجاك يا عم، اترجاك تصدقني. صدقك يا وليدي، مصدقك. لكن ويش ظنك باللي صار؟ ما ادري يا عم ما ادري. عساف يقول ان الحلال كالعشبه مسمومه، والمرعى اللي نرعى فيه عمرنا ما صدفنا فيها العشبه هذه. عز الله شيء حير يا وليدي. لكن الحين وش بدك تساوي؟ انا ادري ان لك اخوه يتام وتربيهم. اسمع يا وليدي، لو دويب ما قبل يرجعك لشغلك اريدك تطمن، باذن الله ما تنظام وانا موجود. بارك الله بيك يا عم، ما قصرت. لكن يا عم انا ماني بذنب، شلون دويب يحرمني من اجري؟ عين خير يا وليدي، الحين ظاهر هناك يسولف معه بامرك، وباذن الله ما يصير للخير. وين رفض يا عمو؟ وش اساوي انا؟ حينها احاول انا معه، ولو اني ببالي ما فوت بيته وقاطعه، لكن عاد انت تستاهل يا وليدي. عين خير. انت خلك محيد عن هالشغله، وهلال يستاهل اكثر من اللي سويته بيه. هلال ما هو مخطط على عمرك، وانت تعرفه زين انه ملزقن الريان اللي اشتغلوا عنه، وما هي معقوله تطرد وتحرمه حقه. اوه لا توجع راسي هالحين، وشنو بدك اياه مني؟ اللي ودي اياه منك انك تسمع هلال، لانه عنده كلام يثبت انه ما قصر بشغله. وجوز نكتشف ان ورا كل هالسالفه يد شريره. وايش تقصد يا ظاهر؟ اقصد ان انت لك يد بكل اللي صار يا عساف. اقصد يا مناور.